السلام عليكم. رأيتي إلى الجزء الثاني من المحاضرة الأولى لموضوع الأبزورشن. الجزء من المحاضرة الأولى راح نكمل إيجاد عدد أسطواني لعمود الأبزورشن. الجزء الأول من المحاضرة السابقة كان هو إيجاد عدد أسطواني باستخدام طريقة الرسم. أما المحاضرة أما هذا الجزء هو إيجاد عدد الأسطواني باستخدام الطرق التحليلية أو التشارتات. هنا الطريقة الثانية هي استخدام المعادلة للعالم كريمزر اللي هو راح يوجد لنا عدد الأسطواني نظريا باستخدام المعادلة الموجودة في أسفل السلايد. نلاحظ بأنه هذا المعادلة مين متكونة؟ اللي هي عدد الأسطواني اللي هي الN مين متكونة؟ متكونة من كسر البسط يتكون من اللوغ للمضروب اللي هو y bottom ناقصا m في x top على y top ناقصا m في x top، الكل مضروب في 1 ناقصا 1 على a، الكل زائدا 1 على a. أما المقام متكون من اللوغ الـ a. هسه لازم نعرف شنو الموجود المتغيرات في هذه المعادلة. نجي على المتغيرات موجودة في هذه المعادلة. على أول متغير اللي هو الـ y bottom، احنا عرفنا شنو معناتها الـ y bottom. الـ y bottom هو عبارة عن الكومبوزيشن للغاز المراد فصله وين موجود في الأسفل اللي هو معناتها موجود في الخليط من الغازات. هنا الكومبوزيشن للغاز المراد فصله في الخليط من الغازات. الواي توب هو الكومبوزيشن للغاز المراد فصله او انفصل اللي راح يخرج من الاعلى وين موجود في خليط من الغازات. اذا هذا معناته الواي توب هو المتبقي من الغاز المراد فصله كتركيز. الام الموجوده هنا، الام هي العدد الموجود في معادلة الإكوليبريوم لاين، هذا هو الأم نفسه. هذا الأم الموجود هنا هو نفسه هذا الأم، فإذا لازم احنا نعرف هو شنو قيمة الأم. إذا مطعنا إياها الأم هو الميل، إذا مطعنا إياها على شكل معادلة، مطعنا على شكل جدول بين الأكس والواي، شلون أطلع الأم؟ هو الميل. تاخذون اي نقطتين واي 2 لنفرض حتكون واي 2 ناقصا 1 على اكس 2 ناقصا اكس 1، اذا الام هو ميل. اذا اعطانا اياها من المعادله خير على خير هو ناخذها راسا من المعادله، اما اذا اعطانا اياها على شكل جدول هو راح ناخذ اي نقطتين كواي نطرحهم على المقابلها الاكس ونطرحها. واي 2 لنفرض ناقصا واي 1 على اكس 2 ناقصا اكس 1. نجي على الاكس توب، هو نفسه الموجود هنا. الاكس توب هو كومبوزيشن من الغاز اللي راح ينفصل من الخليط. وين راح يروح؟ راح يروح في السائل. بس كاكس توب هو شنو معناته؟ تركيز الغاز الموجود بالسائل اللي راح يدخل من الاعلى. عاده هذا الاكس توب يتحمل قيمتين، اما يكون قيمته صفر إذا كان السائل اللي يقول لنا إياه بالسؤال يقول لنا بأنه هو فريش أو بيور، فمعناته الإكس توب يساوي صفر. أما إذا طال قيمته بالسائل الداخل فهذا خير على خير، فإذا الإكس توب يتحمل قيمتين، أما صفر أو قيمة عددية حسب نوع المذيب اللي راح يدخل لنا بالجهاز. نيجي على آخر متغير اللي هو الأي. الأي هسه راح نشرحها بعدين، راح نشرحها بالسلايد الوراء، راح نعرف هو شنو هذا الاي. فاذا هاي كل المتغيرات عرفناها راح نوجد قيمة الان، وايضا هاي الان هي theoretical وليس actual. اذا لازم احنا من نوجدها نقسم على الكفاءة، في حالة اذا اعطى بالسؤال كفاءة فنقسم الان اللي راح نحصلها من هاي المعادلة على كفاءة الجهاز، راح نوجد الـ actual number of tray، الـ actual number of stage. هاي مثل ما قلنا الواي يساوي ام في الاكس اللي هو اكليبريوم لاين،
هذا نعرفها سابقا. نيجي على الاي الموجود مثل ما قلنا ذيك الساعة. شنو الاي؟ الاي هو عبارة عن ال على ام في جي. اذا راح نوجد الاي من قيمة هذا الكسر. ال L و G احنا نعرفها شنية؟ ال L اللي هو الفلوريت مال المذيب اللي يدخل من الاعلى اللي هو نفسه اللي يخرج من الاسفل، وال G هو شنو؟ الفلوريت مال الخليط من الغازات اللي يدخل للجهاز من الاسفل ودي يخرج من الاعلى. هنا لا كتبت لا توب ولا بوتوم ولا S، لان هو ثابت L وحده يدخل ويخرج من داخل وخارج الجهاز. الام هو شنية؟ هي نفس الام اللي عرفناها سابقا اللي هو الميل لمعادله الاكليبريوم لاين. اذا عرفنا الاي شلون ينحسب من ال L على ام في جي، هذا هو قيمه الاي. في حاله، هاي الملاحظه مهمه، في حاله قال لنا بانه ال L التوب هو مو نفس ال L الباتون والجي توب هو مو نفس الجي باتون، اذا ما اعطانا اياها الفلوريت مساوي، ال L ما مساوي والجيمة مساوي في حالة، معناته شنو؟ معناته شلون راح نحسب الـ A top؟ لأنه الـ A يعتمد على الـ L والـ G. الـ A راح يصير عندنا A top وراح يصير عندنا A bottom، لأنه المفروض يعطينا مو قيمة واحدة للـ L ولا قيمة واحدة للـ G، المفروض يعطينا قيمة للـ L top وغير قيمة للـ L bottom، وقيمة للـ G bottom وغير قيمة للـ G top. فإذا اعطانا قيم مختلفة للفلوريت للغاز وللسائل فمعناته شلون راح نحسب الـ A؟ بما أنه قيم مختلفة راح نحسب A top و A bottom. الـ A top هو الفلوريت مال الـ L top والـ G top، والـ A bottom هو الفلوريت مال الـ L bottom G bottom. راح يطلع عندنا قيمتين للـ A طبعا، والـ M هي نفسها M، هي نفس الـ M، M واحدة عندنا، الـ M هي واحدة. في حالة اختلاف في الفلوريت هي M وحدة ما تتغير. فحسبنا الـ A top و A bottom، فأنا من أحتاج أطبق القانون السابق لحساب عدد الصواني للـ N تحليليا، أحتاج A، أحتاج فقط A. فشلون أحسبها؟ الـ A أحسبها من هذا القانون، هذا الـ A أحسبها من هذا القانون. الـ A شو يساوينا؟ تحت الجذر، تحت الجذر حاصل ضرب الـ A top في الـ A bottom اللي طلعنها من هاي القوانين. فإذا لازم أطلع الـ A top و A bottom أضربها تحت الجذر راح يطلع لي الـ A، وهاي الـ A أجي أستخدمها قانون الـ N لإيجاد عدد الصواني النظرية. هاي الطريقة الثانية لإيجاد عدد الصواني النظرية. لإيجاد عدد الصواني عن طريق استخدام تشارت يدعى بالكريزمر تشارت. كريزمر تشارت نلاحظ انه هنا موجود هذا التشارت يتكون من الاكس من الواي اكسس والاكس اكسس. الاكس اكسس هو عدد الصواني اللي انا اريدها. الواي اكسس متكون من هذا الحد، طبعا هذا نترك ستريبينج. هذا الحد انا لازم اوجده. هذا الحد لازم اوجده اللي هو قيم ال y axis. هذا الحد y top ناقصا الفا x top على y bottom ناقصا الفا x top. y top احنا نعرفه اللي هو composition مال الغاز موجود بالاعلى ضمن خليط من الغاز، خليط الغاز او الغاز فيس. ال y bottom اللي هو ال composition مال الغاز المراد فصله ضمن الخليط من الغازات من الاسفل. الاكس توب هو الكومبوزيشن مال الغاز موجود ضمن السائل. اما الالفا الموجوده هنا هي نفسها طلاب الام، الالفا هي نفسها الام اللي اخذناها سابقا بالاكوليبريوم لاين. هاي الالفا هي نفسها الام، فراح نوجد هاي القيمه العدديه. اجي اشوف فرضا طلع عندنا قيمته 0.1، اوكي هي 0.1، ارجع شو اسوي؟ شو احتاج بعد؟ احتاج اوجد قيمة الـ A اللي عرفتها بال شلون وجدناها بالقانون السابق اللي هي الـ A شو يساوي؟ L على M في G. ما
من وجدت قيمة الA فهاي الكيرفات الموجودة هنا هي قيم الA. لنفرض طلعت قيمته واحد، الA طلع قيمته واحد، هذا وين اللاين مالته؟ هذا اللاين، هذا اللاين. أجي البوينت واحد اللي حصلته من هاي المعادلة هياته، أجي أفقيا أجي على البوينت واحد، هذا البوينت واحد أجي سقطته صار هنا، أجي أنزل عمودي على الإكس أكسس طلع لي عدد الصواني اللي هي طلعت قيمتها 10 صواني. إذا باستخدام كريزمر تشارت المفروض أوفر قيمة الواي أكسس، أوفر قيمة الواي أكسس اللي هو هذا اللي عن طريق هذا، وأوفر قيمة الA اللي هي قيم الكيرفات النازلة. أجي أسقط من الواي أكسس على الكيرف اللي قيمها واحدة من عندهن، إذن تطلع على قيمة الA، أوصل لهذا اللاين أو الكيرف، أنزل عمودي على الإكس أكسس أطلع عدد الصواني النظرية. هاي طريقة الكريزمر تشارت. إذا عرفنا ثلاث طرق لإيجاد قيمة الـ N، ثلاث طرق لإيجاد قيمة الـ N. أذني الثلاثة هي تدعى بالـ N theoretical، الـ N theoretical. في حالة إذا طلب من عندنا الـ N actual الحقيقي وليس الـ theoretical، إذا معناتها أنا لازم أطلع الـ N theoretical وأقسمها على كفاءة الجهاز. زين كفاءة الجهاز إذا ما اعطاني إياها شلون أوجدها؟ كفاءة الجهاز إذا اعطاني إياها بالسؤال خير على خير، إذا ما ذكر شيء عني أي معلومات معناتها هي نفسها الـ N actual هو نفس الـ N theoretical، بس إذا اعطاني معلومات عن الكفاءة فمعناتها لازم أوجد قيمة الكفاءة وأقسمها، قسم عدد الصواني النظرية على كفاءة الجهاز لإيجاد عدد الصواني العملية. شلون الشيخ يحكي؟ عندنا ثلاث أنواع من الإفشنسي، ثلاث أنواع من الإفشنسي. النوع الأول يدعى بالpoint efficiency، هذا الpoint efficiency هاي معادلته من أريد أوجد الإفشنسي، هاي معادلته اللي هو هذا يدعى بالpoint efficiency. شو يساوينا؟ واحد ناقصا exponential ناقصا NTU over all gas، واحد ثابت ناقص exponential هي 2.7 بالحسب exponential، إذا لازم أعرف قيمة الـ NTU over gas. الـ NTU over gas هذا تعريفه موجود اللي هو الكي واي اللي هو الثابت كغاز مضروب في الاي داش اللي هو لارج انترفيشال اريا اللي حيصير بها عمليه التلاصق وعمليه الانتشار، في زت اللي هو المسافه بين الصواني، على جي اللي هو ماس فلوريد، ماس فلوريد. اذا معناتها لازم انا متوفره عندي هاي المعلومات لايجاد قيمه الان تي يو، وراها اخذ الان تي يو اعوضها كاكسبوننشال كباور للاكسبوننشال، راح اوجد نوع الافشنسي اللي هو البوينت افشنسي. هذا النوع الاول من البوينت افشنسي احتاجه لاحقا. شلون النوع الثاني؟ شيء يقول لنا الميرفري افشنسي اللي هو هذا الميرفري افشنسي. الميرفري افشنسي يعتمد على نوع السائل الموجود بالسؤال، على نوع السائل الموجود بالسؤال. عندنا معادلتين او نوعين، إذا قال بالسؤال الليكويد هو well mixed، إذا قال well mixed بالسؤال، إذا قال well mixed فالميرفي efficiency هو نفسه من هو البوينت efficiency اللي أخذناه سابقا، نفسه طلع من البوينت efficiency هو نفسه الميرفي efficiency. هاي شو وقت يساوي الميرفي ويا البوينت efficiency؟ عندما يقول الليكويد هو well mixed. النوع الثاني من يقول الليكويد هو شنو؟ بلاك فلو. من يقول بلاك فلو لازم احسب الميرفي افشنسي الى معادله. هاي المعادله في حاله تستخدم في حاله البلاك فلو ليكويد اللي ايش يقول؟ الاي اللي عرفناها هي نفس الاي مضروبه بايش؟ في الاكسبوننشال للاي او جي اللي هو البوينت افشنسي
على A الكل ناقصاً واحد. إذن معناتها أنا بكل الأحوال من أريد أطلع الميرفي إفشنسي أنا لازم أطلع البوينت إفشنسي اللي هو النوع الأول. كل الأحوال من أريد أوجد الميرفي إفشنسي لازم أطلع البوينت إفشنسي. البوينت إفشنسي هو نفس الميرفي إفشنسي إذا كان well mixed. أما إذا قال بلاك فلو فالبوينت إفشنسي أستخدمه بمعادلة لإيجاد الميرفي إفشنسي حسب نوع هاي المعادلة. إذا بكل الأحوال أوجد البوينت إفشنسي بالنوعين من السائل. هذا هو الميرفي إفشنسي. النوع الثالث والأخير اللي هو المهم اللي هو هذا. هذا طلاب الأوفر أول تري إفشنسي اللي أستخدمه لأقسمه العدد الصواني النظرية على هذا. عدد الصواني النظرية أقسمه على هذا. اللي هو يدعى بالأوفر أول تري إفشنسي. أوفر أول تري إفشنسي هو عبارة عن شنو تعريفه؟ هو عبارة عن number of idle tray على number of real trays. number على اللي هو عبارة عن حاصل قسمة الصواني النظرية على حاصل قسمة على عدد الصواني الحقيقية. شو يقول لإيجاد قيمة الأوفر أول تري إفشنسي؟ عن طريق هذا القانون. هذا القانون استخدمه لإيجاد الـ overall tray efficiency اللي مضروب في واحد زائد الميرفري efficiency في وعلى في واحد على A ناقصا واحد على لين واحد على A. إذا لإيجاد الـ overall efficiency لازم أوجد شغلتين، لازم أصلا واجد شغلتين. أول شغلة اللي هي الـ EMG اللي هو من هو الـ EMG اللي هو من هو الـ Murphy Efficiency. إذن لإيجاد الـ Overall Tray Efficiency أنا لازم أوجد الـ Murphy Efficiency، وأنا قلت سابقاً الـ Murphy Efficiency ما أقدر أوجده إذا ما واجد الـ Point Efficiency الحالة الأولى. إذن معناته الـ overall tray efficiency ما أقدر أوجده إذا ما واجد النوعين القبلة الـ point efficiency والـ Murphy efficiency. إذن النوع الثالث يعتمد على النوعين الأول والثاني لإيجاد الـ overall tray efficiency. هذا أول شيء الـ EMG، والـ EMG قلنا نوجده عن طريق أذني الحالتين، أما هاي الحالة أو هاي الحالة واحدة من عندها يعطينا إياها بالسؤال، واحدة من عندها يذكرها بالسؤال. أما الليكويد well mixed أو الليكويد هو بلاك فلو. أنا عيد، إذا كان well mixed الميرفي إفشنسي هو نفسه البوينت إفشنسي، إذا لازم أوجد البوينت إفشنسي. إذا كان بلاك فلو ليكويد الميرفي إفشنسي يجي من هذا القانون، وهذا القانون قلنا ما نوجده، ما نقدر نوجده إذا ما عندنا الـ A والبوينت إفشنسي. وراها أنا لازم أوجد الـ overall tray efficiency هو هذا اللي أستخدمه من أقسم عدد الصواني النظرية. الـ overall tray efficiency يعتمد على الـ Murphy efficiency النوع الثاني، وبالتالي النوع الثاني يعتمد على الأول. هذا هو الـ overall tray efficiency بالإضافة إلى لازم أوجد الـ A وأنا واجده سابقا لإيجاد الكثير من الأمور اللي هو قبله. إذا هذا هو الـ overall tray efficiency. هاي ثلاث أنواع من الكفاءات. أنا أستخدم الكفاءة النوع الأخير هو اللي أستخدمه لإيجاد عدد الصواني الحقيقية، وهذا يعتمد على النوعين اللي هو قبله. هاي هو نهاية الثاني من المحاضرة الأولى. إن شاء الله تكونوا قد استوعبت هذه المحاضرة ووفينا بالغرض. فهاي المحاضرة الأولى تنتهي إن شاء الله. المحاضرة الثانية هي عبارة عن examples تطبيق لهذه القوانين. إن شاء الله تستفادون ويكون عندكم فد معلومة عن الموضوع. شكرا جزيلا أعزائي الطلبة.